تنظم محافظة الغابات بعنابة ككل عام التعداد السنوي للطيور المهاجرة ببحيرة فزارة والمصنفة عالمية. اليوم نقوم بالتعداد تاع الطيور المهاجرة على مستوى ولاية عنابة، بالضبط رانا في منطقة بحيرة فزارة اللي هي مصنفة عالميا. والنقطة الأولى خاطر مساحة بحيرة فزارة هي كبيرة بزاف، ولهذا عندنا عدة نقاط نديروها تاع التعداد. النقطة الأولى هي عين شوقة، دونك وكاين عدة ولايات معنا اللي يعاونونا في التعداد، منها سكيدة، عنابة، طارف، البارك ناسيونال تاع القالة وقلمة. دونك هذو الولايات اللي نقوموا بعملية التعداد. عدد المناطق الرطيبة على مستوى ولاية عنابة حوالي 15 منطقة رطيبة، منها هذه يعني بحيرة فزارة اللي فيها حوالي 13000 هكتار، هي مصنفة إذن عالميا ضمن قائمة رامسار. كل سنة نقوم بالتعداد نوصل حتى حوالي 28000 طير، 30000 طير. تمتد العملية إلى كل المناطق البيئية المجاورة والتي تعد منطقة مكوث أو عبور للطيور. في الأول يوم الأول 13 جانفي كانت ولاية سكيكدة، بالأمس ولاية قلمة، واليوم في ولاية عنابة، وإن شاء الله في الغد تكون ولاية طرف الأربعاء والخميس. فيما يخص هذه العملية السنوية، وهي عملية سنوية تكون عدد الطيور المهاجرة ليخفى على الجميع. الجزائر مقسمة إلى عدة مناطق، منطقة عنابة والطارف وولاية سكيكدة وقلمة تعتبر المنطقة الشمالية الأولى، لا زون أون. فيما يخص هذه الولايات هذا المسار تاع الطيور المهاجرة، مورك منطقة رطيبة للطارف، ثم منطقة رطيبة لفزارة بعنابة، وأيضا مورك منطقة رطيبة بصنهاجة قرباز. كما فتحت المحافظة الباب أمام الطلبة لأخذ فكرة عن العملية وتعلم التقنية. جيت نتعلم تعداد الطيور المهاجرة المائية في بحيرة فزارة، تعتبر أكبر فمساحتها كبيرة حوالي 18600 هكتار. جيت هنا ندير لكم تاج باه نتعلم ونستفيد، باه نشوفوا لي زيسبيس نيشور ونشوفوا سيدونتير وميغراتور اوسي، ونحسبوا كال سبيس دومينونس هنا، وباه نستفيد بها ونتعلم ونديرهم تما، ندير لابليكاسيون تاع هذا الكومبتاج كي نتعلم ونديرها في لي زيتود وفي لي ريشيرش تاعي ان شاء الله، ارتيكل ولا الميموار فان ديتيد ان شاء الله. هي ثروة بيئية حب الله بها الجزائر، فالواجب ان نحافظ عليها اليوم لينعم بها ابناؤنا غدا.